كتابنا بتنقل بس حب ووفاء، ما تتخلوش عنه. A sincere message for the whole world. Our dogs only transmit love and loyalty. Please, never let them go. كلابنا بتنقل بس الحب والوفاء، فما تتخلاش عنه. احنا بنحب كلابنا قوي، واحنا متأكدين ان هما مش بينقلوا فيروس كورونا. We love our dogs very much and we are sure they don't transmit coronavirus. كلابنا بتنقل الحب والوفاء بس، ما تتخلوش عنه. ما تتخلاش عنه. ما تتخلاش عنهم، never let them go. ما تتخلاش عنهم، never let them go. رسالة للعالم كله، كلابنا بتنقل بس حب ووفاء، ما تتخلاش عنهم. A sincere message to the whole world. Our dogs transmit love and loyalty. Never let them go. كلابنا بتنقل بس حب وحنان، ما تتخلوش عنهم. كلابنا بتنقل بس حب ووفاء، ما تتخلوش عنهم. كلابنا بتنقل حب ووفاء بس، ما تتخلوش عنهم. كلابنا بتنقل بس حب ووفاء، ما تتخلاش عنهم. العالم الكلاب ما بتنقلش غير حب ووفاء، فارجوكم ما تتخلوش عنه. رسالة للعالم كله، كلابنا مش بتنقل غير الحب والوفاء بس، ما تتخلاش عنهم. كلابنا بتنقل حب ووفاء، ما تتخلوش عنهم. كلابنا ما بتنقلش امراض، بتنقل بس حب وسلام، ما تتخلوش عن كلابكم ونيفر ليت ذم جو. كلابنا بتنقل بس حب وسلام، ما بتنقلش امراض، ما تتخلوش عنهم. A sincere message to the whole world. Our dogs transmit only love and loyalty. Never let them go. Our dogs transmit only love and loyalty. Never let them go. Dear friends worldwide, our dogs transmit only love and loyalty. Never let them go. Our dogs transmit only love and loyalty. Please never let them go. A sincere message to the whole world. Our dogs only give us love and loyalty. Please never let them go. Doggy is the only friend who is the absolutely unselfish. A sincere message to the whole world. Our dogs transmit only love and loyalty. Never let them go. A sincere message to the whole world. Our dogs transmit only love and loyalty. Never let them go. A sincere message for the whole world. Our dogs transmit only love and loyalty. Never let them go. Hello, everybody. This is a sincere message to the whole world. Our dogs transmit only love and loyalty. Never let them go. A sincere message to the whole world. Our dogs transmit only love and loyalty. Never let them go. A message for the whole world. Our dogs give us only love and loyalty. Please, never let them go. Thank you. أنا شيء مؤسف جدا إن في ناس كتير بتتخلص من كلاب اللي عايشة معاها في البيت بسبب انتشار فيروس كورونا. الوقت اللي منظمة الصحة العالمية أفادت فيه إن الحيوانات الأليفة زي الكلاب والقطط ما بتنقلش الفيروس للإنسان. الحقيقة اللي أنت لازم تعرفها إن وأنت بتعمل ده أنت بتعرض حياة كلبك حرفيا للموت، لأن كلبك غير مؤهل تماما لحياة الشارع سواء نفسيا أو صحيا أو عمليا. الحاجة التانية إن أنت بتهدد المجتمع في صورة زيادة أعداد الكلاب الضالة في الشارع. الوقت اللي أنت بتخلف فيه عن كلبك ده في ناس كتير على مستوى العالم مش لاقيين كلاب للتبني من الشباتر عشان تساعدهم في فترة العزلة اللي احنا فيها اللي احنا منعرفش هتخلص امتى، وتحميهم من اي اضطرابات نفسية ودخول في حالات اكتئاب واوقات كتير للانتحار. عشان كده بنقول لك خليك مسؤول وما تتخلاش عنهم. شكرا. كلابنا ما بتنقلش غير الحب والوفاء، ما تتخلاش عنهم.